طيب السؤال دلوقتي، لا تضع البيض في سلة واحدة ولا صاحب بالين كذاب؟ المثالين عكس بعض، لكن انت طالما فكرت في المثالين دول فانت بتفكر انك تكبر الاستثمار بتاعك، فانت عايز تعمل حاجة اسمها نمو. وطالما فكرت في المثالين دول فانت في عندك رأس مال، في عندك منتج انت بتشتغل فيه حاليا، وفي عندك سوق انت بتقدم لها المنتج ده، تمام؟ طيب تعالى كده نشوف بقى استراتيجية من استراتيجيات النمو، أو أهم استراتيجية من استراتيجيات النمو، استراتيجيات أنسب للنمو. تعالى نشوف أنسب بيقول إيه، تعالى نشوف العلم بقى بيقول إيه علشان تكبر البيزنس بتاعك أو تكبر الاستثمار بتاعك. فخلينا كده نقول فخلينا كده نقول إن إحنا في عندنا أسواق، وفي عندنا منتجات، في عندنا سوق إحنا شغالين فيها حاليا فهنسميها سوق حاليا، وفي عندنا أسواق جديدة ممكن ندخل فيها. نفس الكلام بالنسبة للمنتجات، في منتجات حالية وفي منتجات جديدة. فلو هنعمل المصفوفة بقى بتاعت أنسف، فإحنا عندنا في خيارات استراتيجية أنسف بيدهم. إيه بقى الخيارات الاستراتيجية دول؟ 4 خيارات. الخيار الأولاني هو أسواق حالية مع منتجات حالية، يبقى سوق حالي مع منتج حالي. الخيار الثاني أو اللي بعده هو سوق حالي مع منتج جديد، يبقى سوق حالي مع منتج جديد، منتج جديد. طيب الخيار اللي بعد كده سوق جديد، سوق جديد بس بمنتج حالي. الخيار اللي بعد كده هو سوق جديدة وهنقدم لها منتج جديد. يبقى أنسب بيقول لك الخيار رقم 1 علشان تعمل نمو هو سوق حالي ومنتج حالي. بيقول لك اشتغل في السوق اللي انت موجود فيه بنفس المنتج اللي موجود فيه. تعال نعرف ايه وجهة نظر او ازاي. النهارده لو في السوق اللي انت موجود فيه في 1000 واحد موجودين، انت بتبيع لكم واحد من الـ1000؟ طيب انت ليه بتفكر اصلا تطلع بره قبل ما تكون مغطي العدد ده؟ النقطة التانية، المنتج اللي انت بتبيعه، المنتج ده انت ليه ما تحاولش ان انت تقنع الناس ان هي تزود استهلاكها منه، زي ما بيعملوا كده مثلا مع معجون الاسنان. هو بيعمل ايه؟ هو بيحفز الناس ان هي تستهلك المعجون اكتر، فبالتالي هو يبيع اكتر، فبالتالي هو بيعمل نمو في نفس الشريحة اللي هو شغال فيها لنفس المنتج اللي هو شغال فيه. يبقى ده الخيار الاستراتيجي رقم 1. انت علشان تعمل نمو يبقى الخيار الاستراتيجي رقم 1 بالنسبة ليك هو انك تشتغل في السوق اللي انت موجود فيها بنفس المنتج اللي انت موجود فيه. ومن فهمنا كده للرسمة يبقى احنا كل ما بنمشي بالشكل ده كل ما المخاطرة بتزيد، وكل ما بنمشي بالشكل ده المخاطرة بتزيد. يبقى انا دلوقتي الخيار الاستراتيجي بتاعي هو ان انا نفس السوق اللي انا موجود فيها هقدم فيها منتج جديد، وده اللي عملته شركة زي النساجون الشرقيون لما دخلت بمنتج جديد للعملاء بتوعها وهو منتج العقارات. يبقى كده ده الخيار الاستراتيجي التاني اللي قدامنا، سوق حالي، نفس السوق اللي انت موجود فيه، يعني نفس العملاء اللي انت بتتعامل معاهم واثقين فيك، فانت لما تقدم لهم منتج جديد فيتقبلوا الامر ده ويشتروه منك. الخيار الاستراتيجي الثالث هو سوق جديدة بس بمنتج حالي، انا هاخد المنتج اللي انا بشتغل فيه دلوقتي وهروح بيه سوق جديدة، زي برضو النساجون الشرقيون لما خدت المنتج بتاع السجاد بتاعها وبدأت تصدره لدول تانية. الخيار الاستراتيجي الرابع هو سوق جديدة ومنتج جديد، وده اكتر انواع النمو مخاطرة. يبقى احنا كده قدام 4 خيارات استراتيجية للنمو. الخيار الاولاني هو اللي انا عندي سوق انا موجود فيه ومنتج انا ببيعه فبنسميه اختراق السوق. الخيار الاستراتيجي التاني هو سوق حالي مع منتج جديد، واحنا هنا عملنا حاجة اسمها تطوير المنتجات. اما الخيار الاستراتيجي التالت فهو سوق جديد مع منتج حالي، وده احنا سميناه تطوير الاسواق. اما الخيار الاستراتيجي الرابع فهو سوق جديدة مع منتج جديد، وده بنسميه التنويع او التنوع. بس خلي بالك احنا بنتكلم على النمو او على الاستثمار في حالة الاستثمار المباشر،
احنا في عندنا نوعين من الاستثمار، استثمار مباشر وفي عندنا استثمار غير مباشر. ايه الفرق ببساطة بين الاثنين؟ الاستثمار المباشر انا بمتلك وبأدير، يعني انا عندي شركة وانا رئيس مجلس الإدارة، انا المدير التنفيذي، فانا مالك وبدير. اما الاستثمار الغير مباشر فانا بمتلك ولكن لا ادير، زي مثلا البورصة. طيب الاستثمار المباشر حلو قوي، له الاستراتيجيات بتاعت النمو تمشي بالشكل ده، يبقى انا هنمو بعمل اختراق للسوق، خلاص خلصت الشريحة اللي انا موجود فيها وعملت اختراق للسوق كويس، اعمل تطوير للمنتجات، خلصت تطوير المنتجات ادخل في تطوير الاسواق وبعدين ابدأ بالتنوع. ده بالنسبة للاستثمار المباشر. اما الاستثمار الغير مباشر فانا كل ما كان في تنوع فكل ما بقلل المخاطرة. يبقى الاستثمار المباشر كل ما كان مفيش تنوع كل ما بقى ايه المخاطره بتقل، كل ما بركز في السوق الحالي بتاعي والمنتج الحالي بتاعي كل ما المخاطره تقل. اما الاستثمار الغير مباشر كل ما بنوع كل ما المخاطره بتقل. يعني مثلا ما اروحش اشتري اسهم في شركه واحده، لا ده انا بعمل محفظه ماليه، فكل ما بعمل محفظه ماليه متنوعه كل ما المخاطره بتاعتي بتقل. شركه كسبت شركه خسرت، لكن في الاجمالي اجمالي المحفظه الماليه اطلع ايه كسبان، علشان بعمل حاجه اسمها تنوع.